هلا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعت ياكم فيديو جديد وروتين جديد. طبعا بنات، هوايه ردتوا من عندي طريقه العجين مال الصاج، الخبز، يعني خبز الصاج. فهالمره واخيرا لحقت على ماما لما تسوي العجين. كل مره ما لحق عليها، بس الحق عليها لما تريد تفتحها. هالمره لا، قلت لها خلينا نصور الطريقه والمكونات همينة للخبز الصاج. وهسه بنات ماما راح تقول لكم الطريقة. شلونكم؟ عيني ان شاء الله زينين. اليوم راح نعجن لكم 3 كيلوات. انا هالعجنة ما تاخذ، يعني الطاسة مالتها تاخذ لها كيلوين ازيد، بس انا ما اخلي هيك شيء، اخلي كيلو ونص. كيلو ونص على مود العجين ياخذ راحته. مثل ما شفتوا خلينا الملح والخمرة بس بدون ماء، خليناه شوية ينخلط. وبعدين يعني بالبدايه ماما قصدها المكونات بدون الماء خبطتها الخمره، حتى الخمره تتلابس، مو ناس بيخمر وناس لا. هاي دائما يصير بيها هذا الغلط. وبعدين ندير مي دافي. هنا العجين اخذ من عندي قلاص ونص تقريبا، اقل قلاص ربع حسب الطحين اللي تستخدميه. وبنات هذا الطحين، طحين الحصه، اي طحين حصه، يعني مو طحين ابيض، كل شيء ما ضايفين وياه لا ابيض ولا يعني شي. فقط مال الحصه نضيف المي شويه شويه. صحيح قدامكم الطريقه، شوفوا بناتي ياته. طبعا ماما راح تسوي يعني قسمين بنات، تعجن الطحين قسمين حتى ياخذ راحته بالعجانه. اي تحطين كيلو شويه بالعجانه، كيلو ونص كيلو ونص. واذا تريدين ما عندك يعني ماكينه عادي ترى بالايد، يعني نفس العجين اللي نخبزه بالتنور، بس هذا حراويكم القوام مالته ليكون قوي وليكون لين. هسه يعني هو اقول لك انا اتذكر لما جيتي تسوينا بالتنور شويه زايدين المي مالت، يعني يكون شويه بي مي. هذا بنات لا، يعني مو لازم مي هوايه. يعني هسه بع بنات راح نصور لكم العجينه شلون راح تكون القوام مالتها. هاي انا اخلي طبعا بالحافظه او بجدر مالت الخبز حتى يختمر، بس شوي وندهن حتى لا يلزق به العجين لا اكثر ولا اقل. شوفوا بنات هنا صارت هاي بدون إضافة مي هواية. أنا هنا حضيف شوية طحين على مودكم، على مود أقول لكم يعني على مود شنو اللي إذا تلزق شوية، إذا صارت عندكم ضفتوا مي زيادة أو أنا على مود دابين لكم. خلون هيك اسمن طحين عم تلم العجينة كليتها. هاي هنا جدي دهنته شوية على مود شنو بإيدي أخذ العجين حتى كل شيء يلزق. شوفوا قوام العجينة بنات شلون هيك تصير، وكل شيء ما يبقى بحث بالعجانة، كل شيء ما يبقى بيها. هسه حخلي هاي الوجبة وهم راح ارجع اعجن وجبة ثانية. وهسه ما علمها اي الا اجيب ذيك تكمل. وهسه حلمها همين قدامكم وتشوفون الطريقة ان شاء الله. هاي هنا داراويكم كل شيء ما بقى ابد. طبعا ها قاعدة احكي بالاشارات على مود تفتهمون. هنا بنات جابت القسم الثاني. وخليها يلا راح تلمه يعني تعجنه هيك بنات. بس ما شاء الله العجينه صارت تخبل، يعني وعبالك عجينه قطنيه تخبل، اي عبالك حتى الطحين ابيض. اي شوفوا هسه تختمر وبعدين اراويكم اياها. انا عوفه تقريبا ساعه يختمر. هنا بنات راح تغلفها ب اي قطعه قماش، بس تعرفون بارده الدنيا. هاي هنا انا اختمر العجين ورشيت تقريبا ساعة. ساعة والله مرات بالصيف ما لحق عليه هو بالعجانة يختمر. اي يختمر صحيح. اي شوف العجين ما شاء الله شلون يخبل. ماما شو تسوي؟ ما بصراحة بنات ما تسوي هذا اللي قبل الصينية، ما يشنك كله ابد، ما يشنك. ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة، يعني مو من يطفر عندكم عجين من شو اسمه على المكان على الميز على هاي، انتوا شو تقولون؟ يعني شلون ما فهمت؟ بس مثلا انا قاعده اشنق وطفرت عجينه، احنا نقول راح يجينا خطاط. ها قصدها على هاي الوقعات. اي العجينه. من عندها اي. احنا نقول متى تطفر عجينه راح يجينا خطاط، انتم شو تقولون؟ هم عندكم هذا الشيء لو لا؟ شنو تقاليدكم بهذا الشيء؟ وبنات هاي الطريقة تفتح بيها الخبزاية. وملاحظة هنا أنا ما العفو ما أفتح العجينة أو الشنقة بالطحين مالت الحصة. لا لان تعرفون طحين الحصة شوي يكون خشن، لازم تفتحيه بالطحين الصفر، شوي طحين صفر عمدي ينفتح حتى ما يبقى طحين يوقع على الصاج والصاج يحترق.
يعني تصير شلون شايفين مرات يصير سمار، ولو هو كل الحيو قاع من تنوضين الخبزة بس أحسن بالطحين الصفا ما يبقى ولا شوية طحين أبد. كل ما تكون الخبزة مالتك شوية كبيرة ومفتوحة هواية تنطيش قوام كلش حلو وتكون كلش خفيفة. وبنات كلش طيب، يعني احنا صار لنا كم سنه ناكل هذا الخبز؟ والله ماما هوايه يعني من زمان تركت انا الخبز مال يعني احنا هم كنا نخبز بالتنور ماما تخبز لنا بس بعدين يعني صار هوايه قلنا يعني هذا الا يعني هو هذا يعني نحبه. وهاي ماما تسوي كم يعني خبزه؟ 30 اي مرات 30 35 مرات اقل حسب يعني. وبنات شنو الحلو بيه؟ خفيف يعني مو تقولون ثقيل، وحتى من تاكلوها الخبزايه الخبزايه كلش خفيفه وبس يبرد اخليه بالفريزر ومن نطلع من الفريزر مو عبك استونه خابزه. اي خب هاي من نحمي على الطباخ يجنن يجنن والله. احنا دا نقول هاي الطريقه اللي ما تعرف تخبز بالتنور اللي ما عندها مكان، مثل يعني حالتي يعني ما عندي مكان اخلي التنور لازم الا اصعد فوق، وانا بصراحه ما اقدر اصعد وانزل فوق. فهاي هاي الطريقه سهله، طريقه سهله وانتوا قاعدين بالليل بالنهار عادي يعني. وحتى بنات حتى اي وحتى اللي ما عندها يعني الصاجاي اذا عندك طاوه كبيره طاوه تيفال اي تقدرين همين تسوين بيها. صحيح مو الا صاج يعني طاوه، لان هي هاي الصاجه تيفال. شوف بنات هاي تجي تنفخ بحيث تصير الجنين تقدرون حتى اي من تجون تفتحوها حتى لب ما خبز ما هو هسه انا نوس تحكي اني من اسوي القص مال الصاج بهذا الخبز أي. يموتون عليه يصير صدق كلش طيب. شوفوا بنات هنا شوفوا انا ما كملت شوفوا دا اقول لكم يعني انتوا ليش شوفوا بس هي كلش خفيفه. هاي احنا طبعا نخبز وناكل خالون يلا روما والله وجبن وحار يعني هيك ما نلحق عليه خبل صلوات على النبي. طبعا بنات تشوفون صوت ماما متغير فماما فلاونزه اي اسم الله عليكم شويه فلاونزه فيعني ما صوتها مو هنا. انا ماما راح تبدي تصفط الخبز لا ما صفطتي انا قالت يبرد يلا اصفط هاي شي فتحت كليته اي وهنا بنات ثاني يوم قعدنا دن نسوي غدا. فهنا بنات ماما تسوي تمن البرياني تمن البرياني. طبعا بنات التمن ماما قبل ما تسوي كل شيء يعني قبل لا تقطع الدجاج وال والبوتيتا وكل شيء بالبدايه اخذت التمن غسلته ونقعته، قالت كل ما ينقع التمن اكثر كل ما ينطينه يعني يصير نثري اكثر ويصير طيب كلش. فنقعته بالبدايه وهنا بعدين جينا بس حمسنا البهارات هيك حمسه زينه وبعدين ضفنا التمن. البهارات خليت كاري وكركم وبهارات برياني وشويه هيل ولومه بصله مطحونه بصله مطحونه تضيف الطعم كلش طيب للبرياني. بلا بعد شنو هنا انا اينا بنات نفس كل مره التمن تعودت علينا اي ملح راح نقلبه وراح نتركه لحد ما يمتص المي وبعدين نحوله اي ونحوله على العين صغيره وناسيه ونقلبه. هنا نضفنا الملح وهنا صدر الدجاج همينه دا ينحمس وسوينا وياه شرايح البصل يصير شرايح اطيب من ما يكون ناعم تعطي كرمل للدجاج كلش طيب. وهم تقريبا نفس البهارات بس من عدل البرياني بس ضفتي ليمون وضفتي شويه خال بعد شنو ضفنا كاري وكاري وشطه وفلفل اسود وبصله بس بهارات البرياني لا ما خليت ويالي ما طيب يصير. هاي هنا ماما محضرت لنا مرقه القرنابيط حسبت شيء اضافي لان هاي بنات يجوز مو الكل يعرفها ابونا يحب مرقه القرنابيط كل شيء ومو الكل يسوي هاي المرقه لا اكثريتها بس اكو قولي مو الكل يحبها لا انا ما ادري ما شايفه يعني احد يسوي يعني احنا اكثر شيء نسويها بالشده ما ادري والله بس ما اعرف انا بابا عندنا بابا كل شيء يموت عليها يموت على مرقه القرنابيط. هنا انا البازيليا مال الكسيح احنا عندنا احسن نوعيه مال الكسيح اكو بيها جزر انا ما اجيب جزر بصراحه مرات يعني يجي جزر بريحه وممرود اي فتقول ماما بس البازيليا احسن. هاي هنا الشعريه همينه هي. الشعرية بنات تنطبخ مثل التمن يعني شلون من نطبخ التمن هي تنطبخ الشعرية هي. وهنا بنات هي اي تهدأت وكملت يعني شوفوا بنات التمن
شلون صار وريحته تجنن. اهم شيء بنات تحطون بالبرياني يوم بصلة مطحونة بطريحة كلش طيبة وطعمها مينة. طبعا بنات احنا هنا نسوين الكواب على روح الموتى ان شاء الله واصل ماما جديد ان شاء الله. طبعا انا يدرون بي البنات هنا اللي اسوي كواب صراحة ما اوزعه او راح اشوف وين اكو عمال مثل الناس يستحقوا او اديهم اياه وبالعافية. يعني البنات توجد لهم الكمية كلي تتفرغ لهم اياه والسلفين هو باسمهم يروح لهم. زين عيني ان شاء الله واصل ان شاء الله يعجبهم الاكل يا رب وان شاء الله واصل اهم شيء ان شاء الله واصل. حتى طبعا بنات احنا هنا ماما سوت لنا مرقة مال قرنابيط عم جوز اودي من عندها شو تقولي؟ لا بس برياني يا بابا برياني وطرشي ولبن خير من الله. طبعا كل شيء بنات جهز هسه بقى بس نصب. هنا البزلية هم ينطفيت هاي الحشوة بنات احنا الحشوة نسويها شنو نسينا؟ مالحة شنو؟ فستق قلي انا ايش قلي عندي لا جاي بس قلي انزين ذكرت على اخر بنات احنا نسوي الشعرية طبعا مالحة يعني مو حلوة من حلوة حلوة احنا شنو قابلية حلاوة؟ طبعا هاي السطلة سويناها خلصت ما شاء الله وسويت سطلة ثانية بنات طبعا عدت اصور لكم بس والله ما لحقت رحت لبيتي ورجعت ورا يومين لقيت ما هم سويته ومحضرته مو يتلف يومين وهذا الباقي يعني حاطته بهاي الحافظة اصير اصغر يعني ايه شوفيهم بهاي الحافظة طبعا هاي اللي راح نوديها طبعا انا اشتري هذا الفستق وزن هاي نص كيلو اخر ومرات اجيب لوز اللوز بناتي ما يحبوه يحبون بس الفستق احنا بل اجيب اللوز يظلون هيك يوخون بيه وياكلون بسم الله يمكن لا مش تغلو انا نصيته لان هذا بسرعة يحمى ماما كافي ماما حطيت ترى كل شيء يحبوه يحبوه ماما شو ما تقول لي حبوا حبوا اقول لك هات هات اول طالع تاكلوا انتم بعد ماما شلون قلت الزيت يتغير؟ عادي انا اللي حددته بعد هاي ضليت فيه بوتيتي وها هي هاي فستقايه من بشر شوفونا الفستق شلون صار بس ماما بس شوكرته يعني ما هي بعد هسه ها بنات شوفوا النهايه مال الدجاج وهنا انا بنات كمل كل شيء صفطت اللي هي كلت على المياز قلت لها حتى تصبين واصورك راح تودي بنات بهاي الصينيه هاي صينية كبيرة بنات يعني شوفوها هيك بس هي ما شاء الله كبيرة وتاخذ هواية يعني تقريبا اخذت الجدر كليتين ايه بس بنات ما احكي لكم على الطعم يجنن يجنن صدق طيب بالعافية تخيلي بنات انا شنو سويت الجدرية مال الحشوة مال صدر الدجاج مو خلصت حطت عليها شوية تمن وشوية آلة واكلتها بحيث طعم الحموضة كليتها صايرة بالجدرية والطعم صار يخبل هو اصلا الدجاج يعني صاير كلش طيب ماما راح تحط الدجاج بس بالوسط يعني ما اعرف شنو الفكره بس هي قالت بس هيك احطه يعني ما حبت تخبطه كليته وتفرغه وديت لهم مواعين هسه تشوفون حتى كل واحد ياخذ حصته ليش يصير كله اي مو اكو بعض اقول لك ماما اكو بعض البيوت من يسوون البرياني وراها يجيبون جدريه يخبطون كل الشغلات ويرجعوها اذواق يعني كل واحد وبكيف انا حبيت ارتب الصينيه هيك بس هيك احلى ايه حمد على مديبين يعني وهنا انا اخر شيء الفستق
ماما ما تضيف هم زين بنات هم زين. ماما طلع علي ما تحب الكشمش يعني ما تحب الاكل اللي فيه كشمش. بس بنتيتود تحب الكشمش وبابا بس دول الاثنين ببيتنا يحبون صحيح. الكشمش بالاكل ولا البيت كليته ما يحبه. وهم زين يعني هم زين امي الطباخه ما تحب هذا الشيء. واخر شيء بنات حطت الخبز وجابت لبن وسلفنته وان شاء الله واصل والف عافيه عليهم. بالعافيه عليهم يستاهلون والله.